فمش كل الحياة ان بقى خلاص انا طلعت من البرنامج فبنسى بقى الدنيا ومش عارف ايه وبابا وبقيت انا النجم وبقيت ستار وبقيت بلبس بقى. انت شفت ده بعينك؟ يعني شفت حد مثلا خرج وعمل ده قلب كتير ووصل لفين بعد كتير كتير ولا وصلش لحاجه؟ وصل كتير كتير ما بنساش يا رب. كفايه ان التعامل حد يقول ايه يا عم ده شافت نفسها. حتى لو وصل حتى لو وصل انا بقول لك انا كنت بقول لك دلوقتي انا كان بقول لك كنت اتمنى ان انا اكون عندي طقم شكله حلو. عارف انا اتمنى انا بتمنى من ربنا ان انا اكون عندي ان انا اكون شكلي حلو قدام الناس. انا متهيألي مفيش اكتر. قول لي قصتي انا ازاي غنيت. انا كنت عارف ان انا يعني حد بعرف اغني وعاوز اغني. كنت عيل صغير 9 سنين كان مين بيجري بيك بقى الأول؟ لا ما انا هقول لك بقى ما كانش حد بيجري بيك ولا اي حد. مامتك ولا بابا؟ ولا هو هما والدي انا كان معاه فرقه الطبل البلدي ومش عارف مزمار وبتاع زمان وخلاص. بصي احنا عندنا عازف اورج في البلد معاه فرقه الشعب يعني. فهو بيروح افراح وبتاع مش عارف ايه وانا بقى نفسي اطلع في الفرح اغني واعمل كده. ففي مره هو ما حد يا استاذ والنبي تعالى اسمع انا صوتي حلو والله نفسي اغني. عندك 9 سنين نفسي اغني بس هو اسمعني يروح مطنشني وماشي يقول لي مثلا ايه مثلا ايهاب معدي ايهاب شوف محمد خليه يغني كده يعني. فانا اقعد ازعل.